ما واجب طالب العلم في المسائل الفقهية الخلافية؟ طالب العلم مبتدي ولا يدخل في الخلافيات، لا يدخل في الخلافيات، يتعلم العلم على أحد المذاهب الأربعة في المختصرات، يحفظ ويفهم، ثم بعد ذلك إذا صار عنده إمكانية فإنه ينظر في الخلاف ويعرض على الأدلة، فما ترجح بالدليل أخذ به وأفتى به، وما خالف الدليل يتركه. لكن هذا لمن تجاوز مرحلة الطلب وصار عنده حصيلة من العلم، أما إنسان مبتدي هذا لا يدخل في الخلاف، وإنما يتعلم على قول واحد في أحد المذاهب الأربعة.